عنوان الأمل بالإبداع افتتح معرض فني بصالة الأسد للفن التشكيلي في محافظة حلب عبر وضع عدد من اللوحات تحدثت عن إبداع المشاركين بلمساتهم الخاصة. الأمل بالعمل شعار هذا المعرض، وقد اتخذ عنوانا الأمل بالإبداع. 34 فنان من مدينة حلب من مدارس فنية مختلفة قدموا لنا إبداعاتهم المتميزة وبصمتهم الفنية على مدى عقود طويلة في هذه المدينة، مدينة الفنون والأدب. الرسالة اللي حابين يقدمها أنه نحن بعد أيام الحرب وعشرات عشر سنوات من الحرب لا نزال نقدم أفضل الأعمال العالمية وأفضل الإبداعات للحركة الفنية التشكيلية بحلب. قدم كل مشارك لوحة فنية عبر من خلالها عن أسلوب الفنان مع وضع لمسات تعبيرية تتحدث عن ألوان وألحان الفرح، وبعضهم من تحدث عن السلام وآخرون رسموا لوحات تحدثت عن تراث مدينة حلب. شاركت في معرض العمل بالإبداع بعمل حروفي، تشكيل إيقاعات حروفية، العمل على إيجاد لغة حروفية جميلة ضمن التشكيل وضمن الإيقاع، العلاقة بالجمال، العلاقة بلغتنا، العلاقة بأبجديتنا. أنا اشتركت في لوحتي هاي الموجودة اللي هي المتحدي، هي إحدى اللوحات اللي أنا حبيت أعبر عنها على الحالة اللي إحنا موجودين فيها. مشترك بمنحوتي من المرمر تبع حلب، حجر الأصفر، فيها جمالية الخط العربي والحرف العربي بجماليته، لا إله إلا الله محمد رسول الله. العمل عبارة عن عدة أفكار، خلينا نسميها أو مفردات. الأساس هو الديك اللي هو بيرمز للصباح، بيرمز للنشاط، بيرمز للحياة. حتى في بعض طبعا معالجة للجدار، أنا بعتمد أكثر شيء يعني الغاية مني معالجة اللون، نتائج اللون، بهجة اللون. المعرض كان كثير متنوع بلوحاته، وكل لوحة كانت تعبر عن شيء، بتحس إنه فعلا الأمل بالإبداع، ويعني بشكل عام كانوا اللوحات جدا حلوين. أعمال فنية عبرت عن مكنونات إبداعية وبصمات خاصة تعبد الطريق نحو مستقبل واعد للفن التشكيلي بحلب.